السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه يا رشا النهاردة؟ هنعمل الكوكيز بالعسل، مش بالسكر. هنعمله بطريقة جميلة جدا وتحفة تحفة. وبصوا شكله اهو بيتكلم عن نفسه. وعملنا الكعب الغزال اللي محشي بالملبل ده، انا ده عشقي عشقي يا جماعة، انا بحبه جدا. بصوا انا كنت بشتريه على طول، بس انا بقى من ساعه ما عرفت الطريقه بتاعته بقيت انا اعمله. ده تحفه، حاجه كده بتاكليها اكنك بتدوب كده في البق، بتبقى جميله جدا بالملبل، انا بعشقها. طبعا كده ايه، عملناها كده مع بعض وعملنا بقى الكوكيز. تعالوا بقى نعمله كده ونشوف عملنا العظمه دي ازاي. اهو يا جماعه بص الشكل، بصوا الملبل بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بصوا جميل 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 جدا. طبعا بدوق يا رشا بعد الفطار بقى يا جماعه، بعد الفطار بدوق. طبعا خلصنا حاجه العيد كده، قلت بقى بعمل لهم حبه ايه، كعب الغزال اللي بالملبل، وعملنا الكوكس اللي بالعسل. انا بيني وبينكم انا ما عملتوش قبل كده بالعسل، انا كنت بعمله بالسكر عادي كده، بس لقيت ناس كتير قوي عاملينه، قلت والله يا رشا جربيه ومش هتخسري حاجه. جبت كده ايه، كوبايه من الميه اهي، كوبايه واحده، وادي نص كوباية، يعني كوباية ونص من المية. هنحط عليها ايه يا رشا؟ اقولكوا يا جماعة، حطي معلقة ولا معلقتين خميرة كده، معلقة ونص خميرة كده كبيرة. معلقتين من السكر. طبعا اول حاجة هنعملها اللي هي الكعب الغزال، ودوبي دوبي كده كله في قلب بعض اهو. وطبعا نحط كوباية من السمنة، ادي كوباية تاني، يعني كوبايتين من السمنة، طبعا على كيلو من الدقيق اهو. دوبي دوبي كده، انا ما عملتوش في الكبه عشان سهل خالص، مش محتاج العجان ولا ايه، كبه ايه، انا هيست يا جماعه العجان. طبعا ايه، طب بصوا اقلبها كده تقليبه حلوه اهو. وطبعا هنزل بالايه، بالدقيق بتاعنا، كيلو دقيق اهي، وعلى ذره من الملح. وطبعا عجنتي كده هي زي بتاعه البسكوت بالظبط، مش صعبه ولا اي حاجه اهو. كده كده بعد ما عجنتها عجن في عجنة حلوة كده، بصوا بتلمي معاك بكل سهولة خالص اهي كده كده، اتعجنت عجنة حلوة. تعالوا بقى ايه نقطعها ونشوف هنحشيها الملبل ازاي. طبعا انت برضو ايه اعجن فيها بشوية على الرخامة، وادي الملبل بتاعنا انا عملته كده صوابع اهو. اخدت حته كده قطعتها وببرم فيها، عامله عاوز اعملها ايه طويله عشان ابططها كده. كده انا بعجن الاول العجينه قبل ما احط الملبل كده ايه، بفرد اتنين وهوريكم نعملها ازاي اهي. بصوا العجينه مظبوطه معايا، لو مش مظبوطه معايا هتقطع مني ولا كده، لا اي ما تقطعتش مني ولا اي حاجه اهي، انا بفردها بكل سهوله اهي. قطعي كده حته من العجينه وبرومي على طول كده. بعديها رحت جبت واحده كده ورحت فردتها كده ايه على الرخامه، ورحت نزلت الايه الملبل الصوابع. طبعا لو مش هفرد الملبل انا هضمه كده ايه على بعض على العجينه كده خالص، واقطعه خالص
كده كده، وقفلي بقى ايه معاكي القراقيش او الكعب الغزال كده. ده زي الافران بالظبط يا جماعة، والله مفيش اختلاف منه، وهتلاقي الطعم هو هو. جربوه وهيعجبكم جدا. وبنضم كده ايه العجينة في قلب بعض اهو. طبعا جبنا حبة من جوز الهند. ليه جوز الهند يا رشا؟ هو اللي بيدينا الايه اللون اللي انتوا شفتوه كده معانا اهو. انا جايبة الطريقة دي يا جماعة من الافران والله، مش اول مرة اعملها، انا بعملها كل سنة، بتبقى جميلة جدا. اصلا من عشاق الكعب الغزال اللي هو بالملبل ده، انا بحبه. وطبعا كده، وتعالوا بقى نقطعها عشان يبقى كله مقاس واحد اهوت. طبعا بقى طبعا مش هفرده ولا اي حاجة، انا هسيبها طويلة كده واقطع اهي كده، وحط في الصاج بتاعك اهو كده. بصوا بقى الملبل، ورص عندك في الصاج اهو. طريقته سهلة خالص، ولا صعبة ولا اي حاجة اهي. تعالوا بقى نعمل ايه الكوكيز. جبت كوباية من العسل، العسل الاسود. انا اول مرة اعمله بالكوكيز بالعسل، انا بعمله بالسكر على طول. هو نفس التاني بس بدل السكر بشيل السكر يحط عسل اهو. وكوباية الا ربع برضو من السمنة، وبيضاية واحدة. حطينا بيضاية على العسل وفانيليا، وقلبي قلبي 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 معانا العسل مع البيضة اهو كده اهو. نزلنا بكوباية الا ربع من السمنة وقلبي. بصوا بدل ايه دي يتقل معانا ازاي، بعمل زي الكيكه كده يا جماعه كده. طبعا هشيل بقى ايه المضرب، هحط كوبايتين من الدقيق، وادي نص كوبايه بس ما حطيتهاش كلها، ومعلقه من بيكنج باودر اهي، معلقه صغيره. وادي معانا ايه معلقه من النشا كده. وقلبي بقى ايه العجينه بتاعتك كده كده اهو. احتاجتي نص كوبايه الدقيق، بقيت الدقيق حطيه، ما لقيتهاش احتاجت ما تحطهاش. وطبعا ادي كوري بقى كده، وحطي ايه الشوكولاته الشيبس كده عليها، وحطي على الصاج بتاعك اهو. طريقته سهله خالص يا جماعه، مش صعبه ولا اي حاجه. وحاجات برضو من نواعم العيد بتتعمل، وطبعا الاولاد كلها بيحبوا، كله بيحب الكوكيز يعني. انا ابني يقول شو اعملي كوكيز يا ماما، كوكيز يا ماما، انا عملت له كوكيز اهو. طبعا بقى ايه حطي بقى ايه كده ايه شوكولاته الشيبسي اهي. بصوا طالع تحفه. طبعا الشوكولاته الشيبسي خلصت مني، هقف يعني؟ لا مش رشا ما بتقفش يا جماعه. طبعا جبت ورق زبده وجبت من الشوكولاته كده، وبصوا نقط نقط كده صغيره طلعت معايا شوكولاته شيبسي. انا بشتريها بغلي وخلاص، احنا عملناها هي طلعت جميله قوي في الصاج. وادي كده ايه الصاج بتاعنا، وكده كده ايه. بصوا بقى القراقيش يا سيدي يا سيدي على الجبين، تحفه يا جماعه. والمصحف يجربوها. وبصوا الكيلو بسم الله ما شاء الله رمى معايا كميه كبيره جدا. وادي الكوكيز بتاعنا القمر ده. بصوا 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 جمال الكوكيز اهو. بص بقى كده في العلبه. وده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعجبوا بالفيديو، تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس، وصلكم كل جديد. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.